لو الحكاية فيها إن فيديو من عام النقابة بنفع الأزهر. حضرتك زي ما الدولة بتهتم بالنفق والحالة الفنية للنفق عشان المواطن اللي بينزل في النفق، برضو العامل اللي هو شغال في النفق اللي هو بيقوم على هذا الأساس ده برضو لازم يكون له أهمية، لأنه هو الأساس. لو أنا جبت قطع غيار من غير ما يكون العامل نفسيا مرتاح، عمره برضو عمر القطع الغيار ما هتشتغل لوحدها وتركب لوحدها. معاناة العامل إيه؟ معاناة العامل حضرتك أولا نقص المرتبات بنسبة 65% منذ 4 شهور، زائد ان احنا عندنا هنا ناس معينه على هيئه قانون الانفاق وناس معينه على لائحه المحافظه، في فرق ما بين المرتبات. احنا مش عارفين تبع الهيئه او تبع المحافظه. دلوقتي حضرتك رعايه صحيه اللي جرى له حاجه في النفق اللي هيموت ملوش اي ديه، ملوش المخاطر اللي بتقابلوه، المخاطر في تركيب الكشافات واصلاح في اصلاح الكهرباء. زي ما حضرتك اتكلمت مع المهندسين، العامل هنا ملوش اي يعني ملوش اي اهتمام، هو لا يقل اهميه عن عامل مترو الانفاق. عامل مترو الانفاق له اهميه في كل شيء، واحنا هنا ليس لنا اهميه. يعني انت لو وصفت الحاله بتاعتكم بكلمه، الحاله بتاعتنا حاله صعبه، ما اناش عارف لها حل، ما اناش عارف انا تبع الهيئه، مش عارف انا تبع المحافظه، مش عارف انا يعني مطالبكم ايه؟ مطالبنا ان نعرف احنا مين، احنا تبع مين، زائد حقنا اللي كنا بناخده يرجع. احنا ما بنقولش احنا عاوزين زياده، احنا مش عاوزين زياده، احنا الحق اللي كنا بناخده 4 شهور احنا عاوزينه، ده اللي احنا عاوزينه. زائد اعرف العامل بتاعي لو حاله صحيته، لو جرى له حاجه ايه اللي ممكن يجرى له. وخد ال 5000 جنيه الشيك في ايده، قعد قعد يعمل سيرفي 6 ساعات، وفي الاخر قال انا اسف انا مش فاهم اي حاجه في السيستم ده، وادانا ال 5000 جنيه تاني وروحوا للشركه. الشركه دي ايطاليه. مين اللي بيعرف يتعامل مع الكلام ده؟ ومين اللي بيعرف يجيبها؟ لا، الهيئه القوميه للانفاق فقط. الهيئه القوميه للانفاق ليه ما نبقاش زي المترو؟ المترو دلوقتي حضرتك جهاز مستقل، ومين اللي بيشرف على مناقصاته وقطع غياره اللي بتيجي ويعرف يوفرها، ولو حصلت مشكله كبيره بيخشوا فيها الهيئه القوميه للانفاق. احنا نفسنا نتعامل كده. انت عايزين التبعيه تبع هيئه القوميه للانفاق؟ مش شرط تبعيه، انا ممكن ابقى جهاز مستقل لكن ابقى جهه اشرافيه بتعرف في الانظمه اللي عندنا وتعرف طبيعه العمل. المحافظه كانت الله في عونها، يعني المحافظه عندها هموم كتير في حاجات اكتر من كده بكتير. فانا في نفس الوقت عايز احافظ على القيمه اللي احنا عملناها للنفق. قيمه النفق دلوقتي بقى شريان حيوي، يعني لو وقف يوم اعتقد ان القاهره الكبرى كلها تتخنق. طب الاجهزه دلوقتي حضرتك، احنا حصل تقرير من شركه سبي سنه 2008، الشركه المنفذه. شركه سبي دي ايطاليه ولا فرنسيه؟ لا فرنسيه. وقيمت حاله النفق تمام، وادت بعض الانظمه 20%. بعض الانظمه 20%. بس سنه كام؟ سنه 2008 كان سياده المحافظ عبد العظيم وزير. وقال ايه بقى التقرير؟ التقرير قال ان في انظمه محتاجه تغيير تماما، تغيير شامل. طب تغييرها؟ لا، لم يتم. زي انظمه ايه بقى اللي كانت محتاجه تغيير شامل؟ كان انظمه الراديو والاسكادا والخط الحريق والتليفونات. يعني الحاجات دي دلوقتي متعطله؟ لا، هي شغاله بكفاءه. بص حضرتك، يعني عارف حضرتك ممكن تعطل، ويعني الناس شغاله بالليل، الناس مش باينه حاجه، الناس هنا ما بتوضحش حاجه. احنا بنشتغل بالليل على قدر المصاف بحيث ان الصبح تبقى كل حاجه تمام. يعني بنحاول بقدر الامكان، بنحاول جايبين شركه صيانه. انا فاهمك حاجه في مفهوم المواطن البسيط جدا. المفروض ان النفق ده يقول لك ايه ده، يعني ده نفق انا بعد منه رايح جاي، يعني ولا محتاج مثلا ناس تشغل، هو بس يدوبك اضاءه ولو في حتى او كده. عايز افهم. اقول لحضرتك، الراجل اللي ماشي جوه النفق ده، انا بمشي جوه 3 كيلو. ازاي همشي جوه 3 كيلو فيها عالم سيارات من غير ما يبقى فيه تهويه؟ في شفاطات بتسحب الحاجات العادم، في واحد ماشي فيه منحنيات. هل احنا ملتزمين بسرعه النفق 50؟ لا. فماشي بسرعه، واحد حصل حادثه فانا براقبه بالكاميرات المراقبه اللي حضرتك هتشوفيها دلوقتي. فبشوفها. طب انا لو يعني مثلا الحادثه اللي حصلت اللي هي يوم الاربع اللي فات، كان الكاميرات دي عطلت، انا وقفت، انا بحافظ على حياه المواطن. اهم حاجه عندي هو حياه المواطن اهم عندي، ولا لا؟ طبعا. تمام، فبالتالي بقفل. قفلت يعني تعبت قطعه، حتى الكاميرات عامله كروس متداخله مع بعضها. انا باخد مساحه ومساحه. تمام،
فبالتالي عطلت الكاميرات فانا مش شايف العربيات فانا بسيف الناس. لا طب انا مش شايف يبقى لازم امنك مش هعمل. طيب في ناس اقترحت ان انا عندي ونش حلف. طيب انا لو حلف في الزحمه همشي 3 وارجع تاني. طب انا مش عارف وبالتالي ده اللي حصل يوم الاربع اللي فات. لقوا اتنين مصابين ملقيين على الارض تمام في النفق لان انا مش شايف. الناس لما طلعت بال من الناس سواقين عربيات يعني داخلين هو عربيه حادثه كان في دراجه بخاريه دخلت تمام وعمل حادثه واترمى على الارض فده انا ببقى شايفه في خلال ربع ساعه بقدر على الاكثر بتحرك وابدا اطلب الاسعاف وابدا اتعامل معاه. فانا بالتالي احنا بنحاول نحافظ. طيب احنا بنحاول نشوف حاجات بدائل للكلام ده. طيب المحافظه بقى ما عندهاش سرعه الاستجابه قطع الغيار سرعه الاستجابه الكلام ده ده غير ان هي كمان ما عندهاش الخبره زي الهيئه القوميه الانفان هي تجيب الناس ومش متخيله هي ما تجيبش حد. احنا الحمد لله الناس كويسه مجرد قطع الغيار الناس هنا الحمد لله كفائتها كويسين جدا يعني قطع الغيار دي محتاجه تبقى من بره مش من محتاجه مناقصات ومحتاجه فلوس. يعني عايز اقول لحضرتك ان عشان احنا ما بنشتريش حاجه مش عارفين نشتري نتيجه اجراءات المحافظه كنا بناخد ميزانيتنا 9 مليون في السنة. السنة دي خدناها كام بقى حضرتك؟ كام؟ 4 مليون. طلب الهيئة القومية للأنفاق، شفت احنا رجعنا فين؟ للهيئة القومية للأنفاق. للهيئة القومية للأنفاق، طيب هات لي شركة الكهرباء، لو جبت العفريت. أنت زي ما بقول حضرتك اللي مربي حاجة هو اللي عارفها. تمام؟ لما مشوا محتاجين تدريبات. مفيش فلوس مفيش حاجه اسمها مصاريف تدريبات مفيش حاجه اسمها كذا. طيب لما المحافظ عمل ايه على طول جه متصل بالهيئه سياده المستشار بتاعه جه مشكور ومجرد طلع جه معانا والهيئه جت وعملت التقرير بسرعه المستشار احمد عبد الله ده جه لجنه مكونه من 5 اعضاء مع المستشار مع المهندسين مع 3 مهندسين والتقرير بيأكد كل كلامنا وزيادة. أنظمة بديلة. في حاجة بقى زي نظام الراديو اللاسلكي. الشرطة كانت محتاجة النظام العالمي دلوقتي نظام التترا. هي محتاجة تغطي النفق جوه فبالتالي جابت لنا الأجهزة تكلفتها تقريبا 1,000,000 جنيه. أنا محتاج الجهاز اليدوي بس. اليدوي. المحافظة قالت لك استثماري. بس من الواضح إن الكلام ده كله ما كانش بيوصل للسيد المحافظ. الله يرحمه كان في سكرتير قبل كده كان اللي هو عبد الفتاح كان ايام عبد العظيم وزير وبعد كده استمر بعد الثوره دي يناير. اكتر واحد شفته في حياتي عنده بيشتغل ويتجاوب معانا. طب معلش انا عايز اسال سؤال. انتوا بتقولوا النفق مخدد بانهيار بسبب مواسير مياه ولا لا 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 مش مخدد بانهيار ولا حاجه. احنا بص حضرتك المواسير لما يحصل فيها مشكلة بفصل عنها المية. أنا لما يحصل حريق يا فندم أنا محتاج لازم خط الحريق. طب لو أنا بعمل إيه بقى لما أفصل المية بتصل بالمطافي بقول له أنا عندي جزء مطفي فلازم تجيلي على أول النفق تقف. كويس؟ بحيث لا قدر الله حصل حاجة بنزل عربية المطافي. تمام؟ فبالتالي بنغير جزء من المواسير، لكن هو في الغالب كل المواسير عايزة تتغير. يعني كل مواسير المية لا كل مواسير خط الحريق. خط الحريق. بيساعد على إسعاف قطاع قطع الغيار اللي احنا طلبناها النهاردة من المحافظ وعرضناها على المستشار. تاني حاجة الوضع المادي برضه بتاع الناس. الوضع المادي بتاع الناس لان الناس اصابها احباط كبير جدا بسبب المرتبات اللي قلت 70% يعني 65 تقريبا. الاهتمام بالفنيين من ناحيه التدريب الاهتمام بالفنيين والوقايه والسلامه المهنيه بتاعتهم في بتوفير الزي الرسمي بتاعهم عمال بالظبط كده بس دي الشرطه بالله.